رغم شفائه من كورونا، إلا أن هذا الشاب اللبناني ككثيرين لا يزال يعاني من أعراض الفيروس، وتتراوح الأعراض بين ضيق التنفس وضعف الذاكرة والتعب الشديد. وبسبب تفاقم هذه المشكلة في لبنان، خصصت مستشفى أوتيل ديو في بيروت قسما للمتعافين الذين ما زالوا يعانون من الأعراض. يرتاد شربل هذه القاعة 3 مرات أسبوعيا، إلا أنها ليست ناديا رياضيا كما توحي الصورة. فشربل الذي تعافى من كورونا قبل 3 أشهر لا يزال يعاني من أعراضه. وهذه القاعة ما هي سوى قسم من مستشفى استحدث مؤخرا لعلاج المتعافين من الفيروس. أنا بعد إن هلا عندي أوجاع عضلات، بتقوم من نهار بيكون عندك أوجاع عضلات، تاني يوم بتكون لا مرتاحة. بيساعدوكي كرمال بالبيت لحالك، ما فيك تعمليهم هول، لأنه أنت بتكون دجا عندك أتنت بالمونار، يعني بتحسي بالتعب، ما بتعرفي قديش لازم تقسى على حالك، هون بيراقبوكي أكثر. إعادة تأهيل عضلات القلب والرواية، في إعادة تأهيل عضلات الجسم والمفاصل ليرجع الإكليبر تبع التوازن تبع الإنسان، وفي سيسيون مع معالج نفسي، وفي سيسيون مع اخصائي التغذيه ليكونوا عم بيراجعوا لهم الاشياء اللي هن بحاجه لها. في مشاكل جسديه، يعني ضعف بالعضل، تعب، ما عم بيقدروا يعملوا مجهود، قصر بالنفس، وجع بالصدر من بعد على الحركه. في اشياء نفسيه، يعني في ناس بيكونوا عم بيعملوا كآبه كبيره، في ناس عندهم خوف كبير، بيبطلوا يقدروا يناموا. شهر ايضا مر على تعافي ميشيل، الا ان خراطيم الاكسجين تلازمها حتى اليوم. فالمرأة السبعينية كانت تعاني أصلا من مشاكل في الرئتين، ورغم اتخاذ كافة سبل الوقاية تمكن كورونا منها وأبى أن يغادرها دون أن يترك أثاره. لو ما جيت لهون أول شيء المشكلة تبعولي عدم، ضعفت كتير، ما كنت أقدر أمشي بقى، بقيت شيء 10 أيام بالبيت قبل ما أجي لهون لأقدر أوقف على إجري. وأكيد هون كل التمارين اللي عم نعملون تحسنت كتير. فريق من المتخصصين يتابع المرضى بإشراف الأطباء، لكن طريقة العلاج ومدته تختلفان بين متعاف وآخر. المعركة مع كورونا لا تقتصر على زمن الإصابة، والأعراض لا تزال مجهولة لدى كثيرين. وحدها المتابعة تساعد على تخطي الإصابة بأمان. غنوة يتيم، العربية، بيروت.